FM. الكلمة ليك. شوف الدبلوماسية التونسية الحقيقة ما قبل 14 جانفي ما كانتش عندها هوية معروفة، ما كانش احنا نشوف من يعني في انا ما لا اعتقد ان الدبلوماسية التونسية كانت عندها خاصيات وعلامات يعني معروفة بها. احنا في لانه مرينا مراحل، هي الدبلوماسية التونسية كانت في مرحلة الستينات، نقول لك كانت فما علامات مميزة للدبلوماسية التونسية، فك المرحلة متاع إزالة الاستعمار، المرحلة متاع القضية الفلسطينية وقت كان فما جدل حول القضية الفلسطينية، كانت تونس تميزت بمواقف معينة وخاصيات معينة يعني في التوجهات متاعها، حتى الاقتصادية، حتى الاقتصادية، لأنه فما احنا نغيبوا برشا البعد الاقتصادي في الدبلوماسية، وهذه هي ما أعتقد من الأخطاء الدبلوماسية الاقتصادية. عندما نطرحوا طوال احنا الأسئلة اللي متعلقة بالدبلوماسية التونسية من بعد 14 جانفي ديما تقفز الأذهان متاعنا قضية سوريا، قضية كيفاش تونس خرجت ما يقول لك من التوجه المعتدل متاعها اللي كان معروف، والقضية في هذا وفقط. الكلمة ليك.